الزميلة أم الخير حميدي موفدة الجزائر الدولية. أم الخير حميدي، وصلت للتو إلى ولاية الكاف بعدما كنت في العاصمة تونس، قريبين أكثر من هذه العملية. هناك أكثر من 3000 ناخب جزائري هناك. كيف هي الأجواء لديك في اليوم الثاني؟ نعم مصطفى، وصلنا لتونا إلى ولاية الكاف التونسية التي تبعد عن العاصمة التونسية بنحو 180 كيلومتر، لكن مصطفى نحن أقرب إلى الجزائر، فهذه الولاية الحدودية تبعد عن الحدود الجزائرية بنحو 50 إلى 60 كيلومتر فقط. إذا بالنسبة للأجواء، العملية الانتخابية في يومها الثاني انطلقت على الساعة 8 صباحاً وستستمر إلى غاية الساعة 7 مساء. بالنسبة للهيئة الناخبة في هذه الولاية تبلغ نحو 3300 ناخب، وموزعة على 5 مكاتب، واحد منها قار وهو متواجد هنا حيث نحن متواجدين في مقر القنصلية الجزائرية في الكاف، فيما باقي المكاتب الاقتراع الأخرى متنقلة تتوزع على عدة مناطق التي تشملها هذه الدائرة الانتخابية. وفي هذه النقطة بالتحديد مصطفى، فإن القنصلية الجزائرية وفرت جميع الظروف اللوجستية الممكنة من أجل إتاحة الفرصة لجميع الناخبين الجزائريين للإدلاء بآرائهم، فمن خلال هذه المكاتب تتوجه لجميع المناطق التي تشمل عدد كبير من الجالية الجزائرية لإتاحة فرصة التصويت. نعم. فيما يتعلق بالمزاج الانتخابي للجالية الجزائرية هنا في تونس، حقيقة مصطفى هناك روح إيجابية تسود لدى الناخبين الجزائريين لعدة أسباب حقيقة. أولا لأن الجزائري، وكما تعلم أن لديه حس وطني عالي، فإن هذه الانتخابات تمثل بالنسبة له عرس انتخابي وفرصة لتعزيز الانتماء الوطني للجزائر، وفرصة أيضا للتواصل مع أبناء الجالية. هذا من جهة. من جهة ثانية مصطفى، الناخبون الجزائريون اليوم يشعرون بأن هناك تطور كبير للجزائر في مرحلة ما بعد الحراك على مختلف الأصعدة، وبالتالي هم يعتقدون أن الإدلاء بأصواتهم هو جزء من المشاركة ومن حقهم في اختيار الرئيس الجزائري المقبل الذي سيقود الجزائر في المرحلة المقبلة. طيب. ما يعني أنه سيساهم في اختيار السياسات. تمام. التي ستتخذها السلطات الجزائرية في المرحلة المقبلة مصطفى.